السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام لكل مبتلى أو مهموم أو أصابه مرض أو هم أو غم. كلنا اليوم أيها الأحبة ننظر إلى البلاء على أنه شيء سيء. طبعا الإنسان المريض ليس مثل الإنسان الصحيح. الإنسان الذي يمر بضائقة مادية ليس مثل من رزقه واسع. الإنسان الذي ينعم حياة فارهة تماما يختلف عن إنسان يعاني من صعوبات في حياته، لا يملك البيت أو المتاع أو المال. ولكن حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال هذا الحديث الذي سنقرأه اليوم ونتدبره معا يغير نظرتنا للبلاء. تغيير نظرتك لهذا البلاء أخي الحبيب مهم جدا في منحك السعادة في هذه الحياة، لأن كل هذه الأشياء التي ذكرتها تعكر صفو الإنسان وتشعره بالتعاسة والكآبة والضيق والهم والغم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم غير نظرتنا لهذا الأمر وأرادنا أن نغير هذه النظرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيرا. إذن هنا يتحدث النبي عن إنسان أحبه الله. أنا أريدك قبل أن أكمل الحديث أخي الحبيب أن تتخيل نفسك أنت من يحدثك النبي، وهذه رسالة لكل إنسان عصفت به الهموم. من يرد الله به خيرا ماذا؟ يصب منه. يصب منه يعني يصيبه ببلاء، بمرض، بنقص، بظلم، بأي نوع من أنواع البلاء وما أكثرها. يصيبه بولد عاق، يصيبه بزوجة متعبة. إذن كل شيء تنظر له على أنه سيء، النبي هنا غير نظرتنا له واعتبره خيرا. من يرد الله به خيرا يصب منه. طيب دعونا نتأمل فلسفة هذا الحديث. لماذا الله عز وجل لا يغدق المال والدنيا على من يحب؟ الجواب ببساطة أخي الحبيب أن هذه الدنيا أصلا هي فترة للامتحان والابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. رجاء احفظ هذه الآية، ضعها قانون في حياتك. اعلم أنك وجدت في هذه الحياة لتبتلى بكل أنواع البلاء، وكلما كانت درجة البلاء عالية اعلم أن الله يحبك، أن الله سبحانه وتعالى يحبك أكثر. من يرد الله به خيرا يصب منه. طيب ما الفائدة؟ ما الفائدة من هذه الأنواع من البلاء؟ يعني لماذا الله عز وجل يعطي الدنيا ويغدق العطاء بأنواعه؟ طبعا نقصد العطاء المادي وليس الراحة النفسية، لأنك قد تجد إنسان غني جدا ولكنه تعيس في داخله، كئيب. يفتح الدنيا أمام الناس جميعا، الدنيا مفتوحة ومزينة، ولكن هناك فئة قليلة من الناس علم الله ما في قلوبهم، وهو يعلم أن فترة الحياة الدنيا قصيرة جدا، يعني هي يعني يوم أو بعض يوم بالنسبة ليوم القيامة. يعني يوم القيامة 50,000 سنة، أنت كم ستعيش؟ 50, 60, 70, 100 سنة، لا تساوي شيئا أمام يوم واحد هو يوم القيامة. فكيف إذا قارنا الدنيا بالآخرة التي قال الله فيها خالدين فيها أبدا؟ فأي عدد أخي الحبيب أمام الخلود أو لا نهاية يساوي الصفر رياضيا. الآخرة هي لا نهاية، لا يوجد نهاية للحياة، لا يوجد موت، لا يوجد فناء في الجنة أو في النار، لا يموت فيها ولا يحيا. أي رقم تعيشه حتى لو عشت 1,000,000 سنة، إذا أردنا أن نتحدث رياضيا، الرقم مليون، الرقم أو العدد مليون أمام اللانهاية يعني الخلود، هذا العدد مليون يساوي صفر، لا قيمة له. فلذلك الله يعلم أن هذه الدنيا لا قيمة لها. طيب ماذا يريد الله من الإنسان في هذه الدنيا؟ يريدك أن تشعر بمعاناة الآخرين، أن تحب الخير للآخرين، أن تكون متواضعا، أن تصبر وتتحمل ابتغاء وجه الله.
طيب ما الفائدة من ذلك؟ الفائدة أن هذه الدنيا قاسية جدا. الإنسان إذا ابتعد أو إذا لم يصب الله منه ابتلاءات كثيرة مثل المرض والنقص وغير ذلك، تجد أن قلبه يقسو أحيانا، لأن كثرة المال تقسي القلب. أن تفتح الدنيا أمامك يمكن أن تصل لمرحلة الغرور والتكبر، أن تصل لمرحلة أن تستكبر على الناس، أن تظلم الناس، وهذا الأمر أخي الحبيب لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. الجنة لا يدخلها إلا كل متواضع، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر هذا لا يدخل الجنة. لذلك الله يريدك أن تكون متواضعا، والتواضع لا يأتي إلا بعد المعاناة أيها الأحبة. أنت عندما تشعر بمعاناة الآخرين، فإذا آتاك الله المال بعد أن مررت بضائقة مادية، ستشعر بكل إنسان محتاج، سوف تنفق هذا المال في سبيل إسعاد الآخرين، سوف تساعد من يحتاج المساعدة، سوف تنفق على من يحتاج هذا المال، وبالتالي هذا قانون الحياة الذي وضعه الله سبحانه وتعالى. الله وضعنا في هذه الدنيا لنحب الخير لأنفسنا، وليس لأن يأكل بعضنا بعضا. وضعك أيها الإنسان في هذه الدنيا تكون إنسان صالح، لتكون إنسان محب للخير، تدل الناس على الخير، تحب الخير للناس. النبي عليه الصلاة والسلام أحب الخير حتى لأعدائه، حتى الذين قاتلوه وأخرجوه وتآمروا عليه، كان يحب لهم الهداية والخير، ولم يبخل عليهم بأن يدلهم على طريق الخير. طيب هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هل ابتلاه الله؟ نعم، أكثر شخص تعرض للابتلاء هو النبي عليه الصلاة والسلام. تآمروا على قتله، أخرجوه من مكة، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، أهلكناهم فلا ناصر لهم. اتهموه أنه مجنون، اتهموه أنه يروج للأساطير، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. اتهموه أنه ساحر، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. لم يتركوا تهمة إلا ووجهوها لهذا النبي، حتى إنهم اتهموه في عرضه، في أخلاقه، في نسبه، كل ما يخطر على بالك من أنواع الإيذاء تعرض لها النبي، وكل الأنبياء كذلك. قال تعالى عن أنبيائه الكرام وأوذوا في سبيله. فإذا الأذى الذي تتعرض له في هذه الدنيا، الحاجة المادية، أحيانا الإنسان يتعرض لظلم في بيته من جاره، من أخيه، من ابنه، من أهل بيته، النقص الذي تعاني منه أحيانا، المرض الذي يرافقك أحيانا ولا تجد شفاء، كل هذه أنواع من البلاء الله أصابك بها لأنه اطلع على ما في قلبك، وجد أن لديك قلب مؤمن، وعلم أنك ستصبر على هذا البلاء، وعلم أنك ستحمد الله على هذا البلاء، فأصاب منك. من يريد الله به خيرا يصب منه. طيب إذن أنا بعد أن قرأت هذا الحديث تغيرت نظرتي للأمور التي كنت أظنها سيئة. أنا كنت أظن أن المرض شيء سيء، أو أن الإنسان الذي يمرض هذا يعني الله ينتقم منه. هذا خطأ طبعا. الله لا ينتقم من إنسان مؤمن، الله ينتقم من أولئك المسيئين، ولكن الإنسان المؤمن الله يكافئه، ولكن لا يكافئه بكثرة المال ولا يكافئه بكثرة الدنيا، لأن الله أعد له جنات تجري من تحتها الأنهار. والله سبحانه وتعالى يعلم أن هذه الدنيا قصيرة جدا، فكلما كانت، أخي الحبيب انتبه معي، كلما كانت منزلتك أعلى عند الله، كلما كانت كمية البلاء التي ستتعرض لها أكبر في الدنيا. فعندما ترى إنسان مبتلى بالمرض، بموت ابنه، بأذى معين، بنقص معين، ورأيته يحمد الله وهو مطمئن ويتوكل على الله ويقول الحمد لله، اعلم أن هذا ممن ينطبق عليهم هذا الحديث، ممن أحبهم الله ومن أراد بهم خيرا، من يريد الله به خيرا يصب منه. طيب ما هي نتيجة أن تغير نظرتك للبلاء؟ أن تعتبر أن البلاء هو محبة من الله. إذن البلاء هو هدية من الله.
إذن نحن على مستوى البشر، أنت عندما تحب إنسان تقدم له هدية، فالله عز وجل عندما يبتليك بأمر اعلم أن هذا البلاء هو هدية من الله قدمها لك لتصبر وتحمده لتأخذ المكافأة الكبرى يوم القيامة وهي الجنة. فإذا هنا أنا عندما تتغير نظرتي للمرض مثلا، إذا أنا لن أحمل هم المرض ولن أخاف من المرض في المستقبل، لأنني إذا أصبت بأي شيء سأعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتب الله لي، وبما أن الله كتب علي هذا المرض إذا أنا ممن أحبهم الله فأتحمل آلام هذا المرض. وإذا سعيت للعلاج أسأل الله أولا ليدلني على طريقة العلاج، لأن ليس كل الناس يهتدون للطريقة الصحيحة للعلاج. قد تجد إنسان ينفق الكثير من المال ولا يهتدي للعلاج، وقد يكون العلاج بسيطا يعني. فإذا أنت دائما كن مع الله، ودائما عندما تصاب بأي مرض أو ألم أو أذى مباشرة اعلم أن الله أراد بك خيرا. فأول شيء تحمد الله، الشيء الثاني تسأل الله أن يرفع هذا البلاء، والدعاء الله أمرنا أن ندعو، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. دعاؤك هذا فيه أجر عظيم، لجوءك إلى الله فيه أجر عظيم. عندما تستغيث بالله تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، هذا فيه أجر عظيم. عندما تقول يا ذا الجلال والإكرام اكشف عني هذا الضر مثلا أو هذا المرض، هذا فيه أجر. الدعاء فيه أجر، اللجوء إلى الله فيه أجر، التوكل على الله فيه أجر. كل أمر تتوجه فيه إلى الله بإخلاص لك فيه أجر، وتدخل ضمن دائرة من أحبهم الله سبحانه وتعالى. لذلك عندما تغير نظرتك للبلاء سينقلب هذا البلاء إلى نوع من الفرح والاطمئنان. صحيح أنا أتألم، صحيح أنا ابتلاني الله مثلا بولد عاق مثلا يعني، أعلم أن هناك حكمة، فلذلك أنا أصبر. لذلك أخي الحبيب مهم جدا أن تغير نظرتك للبلاء، سوف ينعكس هذا الأمر على حياتك بالكامل. نحن نعلم أن الدراسات العلمية الحديثة تقول بأن نظرتك للحياة تؤثر على حتى النظام المناعي. تخيل يعني قوة المناعة لدى الإنسان تتأثر بنظرته للأمور. إذا كانت النظرة نظرة إيجابية متفائلة طبعا كل الجسم يستجيب لهذه النظرة، حتى جهاز المناعة يصبح أقوى. بينما النظرة المليئة بالاكتئاب والتشاؤم واليأس تدمر النظام المناعي، هذه حقيقة معروفة تماما يعني. النبي عليه الصلاة والسلام أراد لنا أن نكون متفائلين دائما، أرادنا أن نكون يعني ننظر للحياة نظرة إيجابية، دائما نستبشر بالخير، حتى إنه كان يقول بشروا ولا تنفروا. أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أو يعجبه الفأل الحسن. الفأل يعني تفاؤل، يعني يتفاءل بالخير. يعني مثلا إنسان يقول لك ستحدث مجاعة، ستحدث حروب، سوف تحدث كوارث، يعني يرعب ويخوف الناس، لا، أنت قل له قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. تفاءل بالخير، دائما انظر للجانب الإيجابي دائما. كل الأمور أخي الحبيب، حتى الزوجة السيئة الله عز وجل علمنا كيف نتعامل معها. قال سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف عن النساء فإن كرهتموهن، طبعا الإنسان عندما يكره امرأة نتيجة سلوكها نتيجة تصرفاتها أسباب كثيرة. طيب ما هو الإجراء؟ لم يقل لك مثلا طلقها أو اضربها أو لا، قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذن هنا القرآن وجهك للجانب الإيجابي، أمرك أن تستبشر بالخير. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستبشر بالخير في كل الظروف التي مر بها. وتذكرون عندما كان في غار حراء قمة الخوف واليأس والإحباط في ذلك الموقف، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان متفائلا برحمة الله، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. انظر إلى الثقة بالله،
انظر أخي الحبيب، عندما تشعر أن الله معك كم تتحول لإنسان قوي جدا، إنسان لا تقهره الظروف أو المشاكل، تجد أن معية الله عز وجل، إن الله معنا. إذا نظرت إلى الأمور بهذا الشكل، أن الله معك لن يتخلى عنك، سيجعل لك فرجا ومخرجا ويرزقك من حيث لا تحتسب، سوف تقضي تماما على الهم والغم والمخاوف، ويتحول البلاء إلى امتحان. الإنسان عندما يذهب لامتحان يكون مشدود الأعصاب، يتصبب عرقا أحيانا، كل هموم الدنيا في رأسه لكي يجتاز هذا الاختبار أو الامتحان ليضمن النجاح فيه. ولكن بنفس الوقت الذي يخضع لهذا الامتحان على الرغم من كل هذه الهموم، لديه في داخله استبشار بالخير، نوع من الفرح الذي ينتظره في حال حقق النجاح. فأنت انظر إلى كل أنواع البلاء التي تبتلى بها على أنها فترة اختبار من الله سبحانه وتعالى. الله يختبرك ليختبر قوة صبرك، قوة تحملك، قوة إيمانك به، قوة توكلك عليه، قوة ثقتك به عز وجل، وبالتالي تنقلب حياتك لإنسان آمن مطمئن راض بقضاء الله سبحانه وتعالى، متوكل على الله، ينظر إلى المرض نظرة إيجابية على أن هذا المرض وهذا الشر وهذا الأذى هو وسيلة ليرفع الله درجتك به. وبالتالي نكرر الحديث الشريف: من يرد الله به خيرا يصب منه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على البلاء، وأن يجعلنا من الصابرين المتوكلين المحتسبين الراضين بقضاء الله عز وجل. عسى أن يرضينا ويرضيكم جميعا في الدنيا والآخرة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.